وإلى جولة مع أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. الأهلي يتمسك بخوض مبارياته الإفريقية باستاد القاهرة بحضور الجماهير. الأخبار، عبد الله السعيد يواصل الغياب للإصابة. الجمهورية، البدري يعلنها عقب الخماسية، نجاح تجربة بديل السعيد في الأهلي. الوفد، معوض يستطلع المنافس الإفريقي بالجابون. المصري اليوم، البدري، خماسية النصر قربتنا من الدرع. وفي الوطن، الأهلي يستأنف تدريباته. الشروق، عبد الحفيظ يقترح مكافأة خاصة في حالة التتويج بالدوري بعدد نقاط تاريخي. اليوم السابع، الأهلي يعلن غياب عبد الله السعيد أمام الإنتاج الحربي. فيتو، الألماني ماير يفحص رامي ربيعة. الميدان، الجهاز الطبي للأهلي يسابق الزمن للحاق السعيد بإفريقيا. في الجول، مدرب الأهلي، نستعد لبطولة إفريقيا بشكل مختلف هذا العام، وقدرات صلاح محسن تساعدنا. الأهلي.com، مروان محسن، عزارو يقدم أداء جيدا ولا أفكر إلا في تحقيق نجاح مع الأهلي والمنتخب. يورو سبورت عربية، الأهلي يحصل على توقيع محمد حسن 5 مواسم. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.